بتجنني وقفي لشوف. بس كأنه زايد وزني شوي. شو هالحكي أمي؟ أنت بتجنني دوري هيك لشوف؟ اطلعي تسلميلي شو حلوة أمي. أكيد هديك الغيرة صارت من الماضي مو؟ يلي بيحب يغار. لا تعملي هيك أمي، هاي الشغلات صارت قديمة، ما بيغار إلا اللي ما عنده ثقة بحاله. أنا وأبوكي سامحنا بعضنا، وأنا حطيت غيرتي القديمة بالخزانة وقفلت عليها كمان، بس لبعدين. بتفاجأ فيكن كتير بتعرفي؟ مبارح كنتوا عدوين لبعض، حكيتوا كتير على بعضكن، وهلأ سامحتوا بعض عن جد؟ المسامحة شي حلو يا بابا، ما بيصير نضحي بالحب مشان لحظة غضب بتمرق. الحياة حلوة ولازم نعيشها، ها؟ وأبوكي لطيف كتير على فكرة. وأنت بعيونك الزرق ايه. بتجننوا يا فراشة الحب، لوين رح نطير هلا؟ مفاجأة. مفاجأة؟ ايه. يلا لنشوف شو حسيبنا اليوم. حطيت اللحم تبعك بالفرن، بده 5 دقايق. شكرا لك كزبان. فيكي تاخدي صحون الشوربة كزبان. طيب صحة وهنا. يسلموا. ما خطر ببالي أبداً أنه يجي يوم وأسألك، بس خليني أسأل، كيف مشيت الأمور اليوم؟ مشيت كتير منيح عدنان، وشكراً لأنك سألتني. ما بدنا نستنى فريد؟ بيعرف وقت الأكل، لو جاع كان إجا. مين انت يا ولد؟ شو عم تعمل هون؟ انا عايش هون. لا تكذب، كيف عايش هون؟ بلا كذب بصير تفوت على بيوت الناس بلا اذن؟ انا عايش هون. زيتون؟ زيتون ابني وين رحت؟ ليش هيك عملت؟ صرنا اكثر من نص ساعه جوا عم ندور عليك. مين هالولد فيديا؟ عم تجيبوا الاولاد اللي بتلموهم من هون وهنيك لهون على القصر؟ سمعاني شو عم تقولي آزادة؟ إذا ممكن انتبهي على كلامك شوي. هذا ابننا. شو؟ ابنكم؟ ايه ابننا. كيف يعني؟ اسمه زيتون. زيتون حيعيش معنا بعد هلأ، تبنيناه وصرنا عيلته. منيح، خير ما عملته. بس ما شفتوا انه في داعي تخبرونا او تحكولنا شي؟ هذا بيت ولا خان؟ قطنينا بيتيم، شو فيها هي؟ امشي تعال. ما لقوا انه في داعي يخبرونا حتى. إيشو عايشين بأوتيل هون؟ رايحة تسطح، أنت كلي صحة. خلص لا تزعل، بسيطة حبيبي ولا يهمك، لا تزعلي حالك هيك. هو لا تعبس وشك، يلا اضحك. أنت لا تروح لهداك الجنب تخلص القصة، تمام؟ بس أنا ما وقعت غير مزهرية وحدة بس. ويكون وقد ما يكون، ولو 1000 مزهرية مو بس وحدة فداك يا باشا، لا تزعل أبداً. يا أبو عيون حلوين، إذا هديك المرة صرخت مرة تانية تعا ناديلي فوراً ماشي؟ عن جد مو معقولة، يعني ولد صغير هيك بتعمل فيه؟ عن جد مو طبيعية هالمخلوقة. بتصدقي؟ نزعت لي كل مرائي جاي على بالي. نروح من هون، نروح نستقر بقى، نعيش بغير هالبيت. هيك صارت بعد ما عرفت إنه فيرايا كان إلها ولد، كل ما شافت حدا بتعيط عليه. على كل، أنا رايح حياتي، في شحن عندي المسا ماشي؟ إيه. وإنتو شو رح تعملوا؟ رح تقري له قصة حلوة للباشا وبعدين تناموا، شو رأيك يا باشا؟ هات بوسي. لا تزعل، يلا قوم لشوف. يلا تا. أنا رايح، باي. شوفك. شوفك. انت نعست؟ لا لا. ايوه شو نعمل هلأ لكان؟